بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إنه كان غفارا. ثم انتقلنا للمبحث الرابع، رابعا تحت عنوان منع السنة وختم الصحابة، سهل جابر أنس بالرصاص كعبيد وبهائم، فما حال العترة؟ هذا ما وقع على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يبقى للسنة باقية؟ إذا كان الصحابة يقمعون بهذا الشكل، يقمعون بالختم بالرصاص كالعبيد والبهائم، هل يوجد إرهاب وقمع أكثر من هذا الإرهاب والقمع؟ نحن كما قلنا ونكرر نحترم التوجهات، ونحترم توجهات الأخوة السلفية، الأخوة المسلمين من السلفية وغير السلفية، ممن يبني على معنى الإمامة الملازمة للسلطة والتسلط والتمكن والتمكين على الأرض وعلى رقاب المسلمين. نحن لا نقول بهذه الإمامة، نحن نتبرأ من الإمامة القائمة على قمع الناس وظلم الناس. وإن فتحت الإمامة كل بقاع الأرض، كل طرق الأرض وكل طرق السماوات، وإن فتحت طرق السماوات والأرض، لكننا لا نقول بشرعية هذه الإمامة وانتهى الأمر. هذا خلاف أصيل وهو الأساس فيما نعتقد به وفيما نعتقد فيه وانتهى الأمر. فمن يبني الإمامة على مباني الأستاذ الشيخ الموحد ابن تيمية على أن الإمامة قائمة على القمع وعلى التمكين وعلى التسلط وعلى الظلم، فهذا من شأنه ونحترم هذا الرأي. أما نحن لا نقول بهذا، نحن نختلف كليا جذريا عن الإمامة التي يقول بها أستاذنا وشيخنا ابن تيمية، نختلف معه جذريا وكليا في معنى الإمامة. ولذلك نعطي العذر للأعزاء، للإخوان، للأبناء، للأحباب، ممن يدافع عن الظلمة وعن الظالمين وعن المتسلطين وعن الفراعنة من آل مروان وآل أمية. نعطي العذر لهؤلاء، للأعزاء، للإخوان، لأن القدح بهؤلاء الفراعنة من آل مروان وآل أمية هو نقض للإمامة التي قد بنيت عليها عقيدتهم. هذه المسألة واضحة، وأتي الكلام في الإمامة والتفصيل في الإمامة والنقاش في الإمامة مع شيخنا وأستاذنا ابن تيمية رحمه الله. هذه المسألة واضحة، إذا بقيت الحياة وبقينا في هذه الحياة ووفقنا الله للكلام والحديث والبحث
في الإمامة وفي نقاش الشيخ الأستاذ ابن تيمية إن شاء الله سنفعل. لكن هذا الأصل العقدي في الإمامة يسجل ويثبت عندكم. نحن لا نقول بالإمامة التسلطية، الإمامة القامعة، الإمامة الماكرة، الإمامة المتصارعة على الملك وعلى السلطة وعلى الجاه والمرتكبة للمحرمات وللمخالفات الشرعية والأخلاقية. لا نقول بهذه الإمامة.